الاتحاد بن قردين اللي كما قلنا الهيئة والإدارة خدمت كثير في بعد ترجي كرة عرضية في وسط الميدان 1-2 ترجع للكرة دائما لفريق الترجي. قلت يقولوا نزيه من البداية التكتيكية بالنسبة لزوز فرق غير تلعب لليمين عملية البناء الهجوم المركز بالنسبة لفريق الترجي. كرة من محمد أمين مسكيني يرجع الخط الأمامي في تشكيلة كل كأس الكونفدرالية في مناسبتين كمل في المرتبة السادسة وفي الخامسة والعب قيمة العالية لهذا اللاعب والجودة الكبيرة لبرم يلعب الكرة فينغردين وظيفة الترجي الرياضي التونسي تمركز يعني على مستوى وسط الميدان تقريبا يعني الانتشار في الظهير محمد امين الحمروني كرة طويلة والتغطية الدفاعية يخرج كرة طويلة باتجاه سيف الدين الجربي لكن التغطية جربي او بنجا يعني اسماء عندها قيمة في وسط الميدان بالنسبة للفريقين الاثنين. الشعلالي سق متوسط جدا في هال 20 دقيقة الأولى. توغاي لاعب 21 سنة الجزائري توغاي وبالعاكرمي بعد الاختر فاز بسرعة مع المدافع وسط نفس الطريقة تقريبا يرفعها طويلة يخرج المدافع بالتغطية بن شريفية اليمين باتجاه محمد أمين المسكيني كرة طويلة محمد أمين المسكيني كرة لفريق الترجي تغير تلعب اليسار كما جيت يلعب الكرة في الاستقبال في وسط الميدان يفشل في مرة أولى ثم في مرة ثانية الكرة للترجي ديربي الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد في اغلب المواسم على الاقل ما نقولوش دائما ولكن في اغلب المواسم في وسط الميدان ينتظر منه جمهور الترجي اكثر بعد الموسم الاول واخوات فارتا اللي تحسنت كثير لعب فيها نهائي كاس تونس البلاي اوف مرتبه رابعه وسادسه عاده توغاي ويأكد مع البداية والجولة الأولى في هالموسم الجديد بنك احتياط الترجي الذي التونسي يعني كي نشوفوا اليوم على بنك الاحتياط بالنسبة لفريق الترات مجدي بالحاجة عليه كرة طويلة باتجاه سيف الدين الجربي حركي بنك لكن ترجع لفريق الترجي من جديد من الميدان لفريق الترجي كرة طويلة لفريق الاتحاد الاتحاد بن قردين والترجي باعتبار أن المباراة تلعب هنا في مرمى بالرمضان ترجع لتوغاي البن شريفية في آخر لحظات الشوط كرة طويلة اتحاد بن قردين الكرة في الاستقبال توغاي ثم الكرة الأولى في محور دفاع الترجي ثم يتكرر في كل مرة وننتظر في الحقيقة وتعادل اتحاد بن قردين من فوز والتعادلين كرة عمر زكري من اليمين يمشي بالكرة عمر زكري مازال ولا تقطف وترجع معاكس الفريق الترجي عمر زكري لكن الدفاع قبله للتمام تتوين تجربة خارجية ثم يعود للبطولة الوطنية هذا كان الحقردين أمين المهذبي توغاي في مدرسة السي اس اس ثم عمر الزكري في ملعب المنزة بين النادي الافريقي ومستقبل الرجيش الى حد ديما تعادل سلبي وديما غياب الاهداف وديما خاصة غياب الفرص كرة ترجع للترجي الصعب كان ذكر لفريق الترجي في الجولة الماضية ضد فريق اتحاد تطاوين كرة ترجع توقف على الترجي تنفذ الكرة بسرعة من جديد للسق نتاع الفترة الأولى والذي ربما كنا ننتظر بهجمة سريعة خاطفة معاكسة عمر الزكري ومن توغاي في علي البريغي يحاول باش يغير كليا ولكن قبل ما يخمم باش يغير فما يضغط على بن شريفية ولكن يلعب مع توغاي كرة في وسط الميدان في اتجاه تجربة ناجحة جدا في الملاعب المصرية يرفع كرة على مستوى القائم الثاني دفاع الحمروني هيثم المحمدي في اتجاه افريقيا بعد عام 1985 كرة تخطأ أكرمي يبدو أنه غياب الحلول الهجومية أيضا لاتحاد بن قردين أو يلقى الحل القاه مع توغاي حل قريب شمام توغاي يلعب الكرة في اتجاه حمدي النجاز الكرة ويربح الحوار الثنائي مع فادي بن شوك
في دقيقة أخيرة الآن في المباراة. فعراسو مشيال قلبريجي والتدخل الدفاعي، طرة أخرى توغاي، ثم في مرة ثانية المحاولات اتحاد بن قردين يحاول، قلنا أنه